مجلس النواب، ونروح بقى للزوجه اللي اتطلقت على الفيسبوك. يا جماعه اه والله، زوجه كتبت امبارح وقالت على الفيسبوك: جوزي طلقني على الفيسبوك بالثلاثه، روحي وانتي طالق بالثلاثه. ده كومنت يعني كتبه زوج لمراته على الفيسبوك بعد ما كتبت بوست كده هي على الفيسبوك، هي اللي بدات بصراحه يعني، قالت فيه او حكت فيه عن القهر اللي بتعاني منه زي ما هي قالت. احنا بنستخدم المصطلحات اللي هي يعني كتبتها في الكومنت بتاعتها او في التعليق بتاعها. فهي قالت ايه بقى؟ ان هي اشتكت كتير لاهلها، واشتكت من جوزها تحديدا، ويعني ياما سابت البيت ومشيت واهلها رجعوها بالعافيه وضربوها ورجعوها للبيت. يجي يومين تالت يوم عليها برضو تتخانق وتعمل مشكلة وتروح لأهلها وأهلها يرجعوها. للأسف هي زي ما هي كاتبة، للأسف عشان في شراكة تجارية بينهم وبين جوزها، كانوا بيعنفوها هي وبيتهموها هي بالمسؤولية، وإن هي اللي بتوصل بيهم للدرجة أو هي اللي بتوصله للدرجة دي إن هو يضربها أو هم كمان يضربوها علشان ترجع بيتها مرة تانية وترجع لزوجها مرة تانية. ما لقيتش حد يسمعها ولا يحس بيها، فقالت يعني تفضفض حبتين فراحت كتبت على الفيسبوك، والمفاجأة كانت شديدة. المفاجأة يا جماعة ان جوزها دخل على الكومنت اللي هي كاتباه وقام رامي عليها يمين الطلاق. يعني هي طب انا عايزة اقول لكم هي ما صدقت يعني، وراحت خدت سكرين شوت او خدت صورة من اللي اتبعت او الكومنت بتاعه او التعليق بتاعه وطلعت بيها على المحكمة ورفعت عليه يعني رفعت عليه قضية بقى الطلاق خلاص يعني. ودلوقتي هي في انتظار الحكم. زمان زمان يعني اهالينا كانوا بيقولوا لنا كده الخناقة بين الراجل ومراته مش لازم تخرج ابدا بره البيت. دلوقتي بقى البركة يعني في التكنولوجيا، يعني خلت الخناقة مش بس تخرج بره البيت للجيران ولا توصل للاهل، لا يعني ده لكل الموجودين في الفضاء الالكتروني. مش كده وبس، ده بقى يعني الطلاق بيتكتب كمان في كومنت، الطلاق نفسه بيتكتب في كومنت. و يعني كفايه بقى الناس يعني اللي حوالينا كده يعني يدوسوا لايك واللي يكتب تعليق. دلوقتي الواحده مش هتستنى ورقتها حتى توصل لها على ايد محضر ولا حاجه، يعني زي زمان هتتطلق في كومنت وهتروح المحكمه وترفع قضيه وتاخد الطلاق. كل واحده فينا بقى تاخد بالها من الكومنتات بتاعتها. خلونا نروح سريعا بقى لفيديو.